وللحديث أكثر عن تفاقم الصراع بين الأحزاب والكتل السياسية في العراق على المناصب والتهديدات التي تطلقها أيضا الميليشيات لفرض مرشحيها وكذلك حظوظ الكاظمي في تشكيل هذه الوزارة، ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. أستاذ حسين، مرحبا بك. يعني في ظل الانقسام الذي تعيشه الكتل السياسية بشأن الترشيحات التي يقدمها مصطفى الكاظمي أو ترشيحات الكاظمي لحكومته، هناك من يقرأ مستقبلا لهذه الحكومة في ضوء هذه الضبابية، كيف تقرأها أو كيف تنظر إلى مستقبل هذه الحكومة في ضوء هذه الانقسامات؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد أنه السيد مصطفى الكاظمي حتى لو مررت حكومته لا يستطيع الإيفاء ببرنامجه الذي تكلم عنه. جميع المرشحين الثلاثة الذين جاءوا وفشلوا في تشكيل الحكومة كانت العقبة الأولى وهي أبسط العقبات هو تمرير هذه الحكومة. علينا أن ندرك من أين ستكون شرعية هذه الحكومة، هل ستمرر أم لا. أي حكومة في العراق شرعيتها السياسية الموجودة حسب الوضع السياسي الحالي إما من الكتل السياسية يضاف لها الموقف الدولي الخارجي، كلا الاثنين هما الذين يسيطرون على الساحة العراقية، العامل الخارجي والكتل السياسية. إذا حكومة السيد مصطفى الكاظمي إن أرضت الكتل السياسية والقوى الدولية الخارجية الضاغطة على العراق أو المهيمنة على العراق أنا ذاك ستمرر، لكن هل تستطيع أن تفي ببرنامج انتخابي؟ الجواب لا وألف لا. فالكاظمي ليس مرشح المتظاهرين ولا مرشح هو الشعب العراقي، وعلينا أن ندرك أن الكتل السياسية أو البرلمان، يعني رب قائل يقول أنه هذا البرلمان يمثل الشعب العراقي وبالتالي ستكون لها أكثر شرعية. يا سيدي، البرلمان العراقي شهد الجميع بتزويره بوصول هؤلاء النواب إلى مجلس النواب إلى المجلس، فكيف ستكون هناك شرعية؟ علينا أن ندرك أن العامل الخارجي والبرلمان المزور هما مصدر شرعية أي شخصية. ذكرت أن هناك عامل خارجي، ذكرت وتحدثنا عن العامل الخارجي الذي بموجبه يمكن تشكيل هذه الحكومة أو تحديد أو القرار أو أي قرار داخل الشأن العراقي والمشهد السياسي في العراق. هناك اجتماع ما بين الكاظمي وعدد من قادة الكتل الشيعية جرى مؤخرا، يعني إلى أي مدى ترى أنه يمكن أن تكون هناك تمرير للحكومة دون تدخل العامل الخارجي؟ وتحديدا حبذا لو ذكرت من يعني بشكل مباشر العامل الخارجي الذي يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي في العراق. هناك دولتين، الولايات المتحدة وإيران، هما العامل الخارجي المسيطر على الساحة العراقية، هذا أولا. ثانيا علينا أن ندرك أن هناك مشكلة شيعية في إدارة الدولة، هذه المشكلة بدأت تتفاقم وتتطور وتتوسع شيئا فشيئا وقد يجوز تصل إلى حد الصدام فيما بينهم. هناك شارع منتفض غالبيته من الشيعة، وهناك كتل سياسية مختلفة فيما بعضها، وهناك مكونات أو هناك ميليشيات مرتبطة بإيران وهي بعيدة عن توجه الدولة وبعيدة عن بناء الدولة العراقية. كل هذه الخلافات لا يمكن أن يستطيع السيد مصطفى الكاظمي أن يساوي جميع هذه الخلافات ومن ثم يذهب بحكومة وطنية تستطيع أن تنقذ الشعب العراقي، هذا أمر مستبعد جدا. وتغيير رئيس الوزراء اليوم ما عاد هو الحل، اليوم على الشعب العراقي أن يدرك تغيير رئيس الوزراء ما عاد هو الحل، رغم أن المشكلة الشيعية بدأت تكبر وتكبر وتكبر شيئا فشيئا، لكن المشكلة ليست في شخص رئيس الوزراء، المشكلة في منظومة سياسية الحاكمة للعراق ما عادت تصلح لإدارة دولة مثل العراق بسبب نزاعاتها الداخلية، بسبب فسادها، بسبب ولاءاتها، بسبب الهيمنة الخارجية عليها. فالمشكلة العراق مشكلة عقيمة جدا وأصبحت يعني معقدة جدا. النائب السابق حيدر الملا أكد أن حظوظ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يعني بتشكيل الحكومة قد تراجعت، كيف تقرأ هذا التصريح؟ نعم قد تراجعت، لأنه في البداية كان يراد إبعاد عدنان الزرفي بأي ثمن كان، وأبعد عدنان الزرفي بدأت المشاكل على المحافظة والوزارات والتقاسم اللي موجود على الحكومة العراقية. ثانيا يا سيدي، يقولون أنها هي حكومة مؤقتة زمنيا بمدة محددة وبمهمة محددة وهي فقط إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إذا لماذا هذا الصراع على السلطة؟ لماذا الصراع على حكومة مؤقتة ومحددة المهمة؟
إذن لابد هناك أمر مدبر للشعب العراقي، إذن يدركون بأن هذه الحكومة هي غير مؤقتة ولن تستطيع أن تجري انتخابات نزيهة. هل هذا يعني أستاذ حسين أن مصير الزرفي ربما أصبح يطارد الكاظمي الآن؟ بالتأكيد قد يدوز يطارد الكاظمي، ولكن أنا لا أعول كثيرا هل سيمرر كابينة الوزير أم لا. الأمر ليس هذا هو أس المشكلة، أس المشكلة ما بعدها. هل يستطيع الكاظمي أن يجري انتخابات حرة نزيهة؟ هل يستطيع الكاظمي أن يعني يحد من الفساد الموجود في الدولة؟ هل يستطيع الكاظمي أن يجعل الأسلحة السلاح بيد الدولة؟ هذه الأمور المطالب بها الكاظمي سواء من الشعب أم من جميع القوى اللي موجودة، وهذه جميعها لا يستطيع الكاظمي. لك أن تتصور أن السيد الكاظمي يتوسل في لقاء مع ميليشيا ولا خارجي في سبيل يثبت لها براءته من مقتل قاسم سليماني. كيف إذن هو حال العراق وكيف حال حكومته سواء الحاضر أم المستقبلة؟ مشكلة العراق مشكلة معقدة كبيرة، يجب علينا أن يعني نسعى لمشروع وطني ينقذ العراق مما هو فيه الآن. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.